والذي تناول اللغه والادب والتاريخ والفكر والجغرافيا والفلسفه وكافه المتعلقات في الدراسات الانسانيه. لذلك ننتظر او نتمنى على الاخوه الاكاديميين او من لهم باع في مجالات دراسات اشراقيه ان يسهموا في هذا المجال، ونتشرف بحضورهم وردهم لمجتمعنا الاكاديمي ومجتمعنا الثقافي بهذه الدراسات والاضاءات المفيده. عنوان المحاضره التي سوف يلقيها الدكتور الفاضل تتعلق بمساله على درجه من الاهميه كبيره، وبالذات على موقف الاخر من الرموز التاريخيه التي فعلت فعلها الحسن في تاريخ هذه الامه العريقه، الا وهي شخصيه صلاح الدين، ذلك الرجل الذي تميز بقدرته الخلقيه وقدرته الشخصيه ثم الحربيه في صنع حركه تاريخ نادر ان ينوجد شبيها لها. فشخصيه صلاح الدين لدى المستشرقين عامه ولدى المستشرقين البريطانيين على الخصوص لها اهميه قصوى، وهي تعكس موقف الاخر منا، كما احيانا تنصب دراساتنا على موقفنا من الاخر. فليتفضل الدكتور ناصر، مشكورا في القاء محاضرتك. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السيد عميد كلية الآداب، أساتذة الأفاضل، زملائي، إخوتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في هذا اليوم بالذات 3/4/2013 تنقضي لي في أروقة كلية الآداب 20 سنة بالتمام والكمال منذ تعييني تدريسيا في عام 3/4/1993. في هذه التجربة التي طويلة مع الاستشراق تدريسا وتأليفا وإشرافا وبحثا، كنت أفكر بماذا سأقدم محاضرة، فوجدت ربما من اللائق أن أعود إلى الحبيب الأول أو المنزل الأول كما قال الشاعر، ألا وهو صلاح الدين الأيوبي، لأن صلتي بالاستشراق بدأت مع هذا البطل النادر وهذا العنصر الذي ألهم الكثيرين من الشرقيين ومن الغربيين على السواء بمثل وقيم إسلامية وأخلاقية رفيعة جدا يندر أن يأتي التاريخ بمثلها. في هذه المحاضرة سنتناول إن شاء الله تطور النظرة الغربية إلى صلاح الدين، ونتوقف أمام ما قدمه المستشرقون الناطقون بالإنجليزية عن صلاح الدين. أول ما يمكن قوله أن صلاح الدين الأيوبي اكتسب شهرة كبيرة جدا في العالم الغربي. هذه الشهرة مبعثة عدة أشياء، الأول هو نجاحه في تحرير القدس من الصليبيين نتيجة الانتصار الكبير في معركة حطين، ثم الأمر الثاني تصديه للحملة الصليبية الثالثة، كلنا نعرف قادها أكبر ملوك أوروبا ريتشارد قلب الأسد فيليب أغسطس والإمبراطور الألماني فريدريك بربروسا. لكن أكثر ما علق في أذهان الغربيين من شخصية صلاح الدين هو السلوك الحضاري النادر المثال كما قلت، الذي وثقه المؤرخون الأوروبيون قبل أن يوثقه المؤرخون المسلمون. فأول خطوة لتتبع شخصية صلاح الدين في الأدبيات الغربية هي ما كتبوا عنه المؤرخون الصليبيون المعاصرون له الذين رأوه في ميادين القتال وفي المفاوضات. أهم وأشهر المؤرخين الأوروبيين في العصور الوسطى في فترة الحروب الصليبية والمؤرخ وليام الصوري. هذا الرجل كان رئيس أساقف الصور وكان مستشار الملك بلودوين الرابع، كتب عن صلاح الدين هذا النص، إن أي ازدياد في قوة صلاح الدين سيصبح مصدر تربص لها. لماذا؟ لأنه رجل حكيم في المشورة وباسل في القتال وكريم دون حدود. إذن من الوهلة الأولى صلاح الدين رصد مزاياه من قبل المؤرخين الأوروبيين. النص الثاني اللي أمامنا هو نص المؤرخ أرنول. أرنول عاصر لحظات مهمة جدا من تاريخ صلاح الدين ووثقها، وأقول للأسف أن حتى مؤرخين الذين كانوا بمعية صلاح الدين لم يوثقوا هذه الأشياء. من بين هذه الأشياء التي وثقها أرنول أنه عندما تمكن صلاح الدين من تحرير القدس كان كريما ومتسامحا
وعكس خلقا إسلاميا رفيعا في التعامل مع الأسرى الذين طالبهم في الجزية، ثم دفع هو عن بعضهم الجزية، الفقراء الذين عجزوا عن دفع الجزية دفعها من بيت يعني من مالي الخاص، وأمن لمن خرج من القدس حماية لكي يصلوا إلى الساحل حتى يخرجوا. المفارقة التي يؤرخها هذا المؤرخ باليان أبلين أنه القيادات الصليبية التي كانت موجودة في صورة طرابلس رفضت استقبال اللاجئين الصليبيين الخارجين من القدس، فأجبرهم صلاح الدين على أن يحتموا، ثم السفن اللي موجودة في الساحل الغربية رفضت نقل الصليبيين فألزمهم صلاح الدين بحملهم. المفارقة الأدهى أنه في الإسكندرية هؤلاء بعض هؤلاء اللاجئين أو الخارجين المحتلين من القدس، بعضهم عندما خرجوا من القدس أو خرجوا من بلاد الشام ذهبوا للإسكندرية، في الإسكندرية والي الإسكندرية حسب تعليمات صلاح الدين أمن لهم الطعام والإقامة، هذه يعني يوثقها مؤرخ أوروبي وليس مؤرخا إسلاميا. التجار البنادقة والإيطاليين من بيزا ومن جنوة رفضوا نقل هؤلاء إلى إلى أوروبا، فأصر عليهم قال لا ندفع لكم مستحقاتكم مالية إذا لم تنقلوا هؤلاء. بعد أن نقلوا هؤلاء ما الذي فعلوا؟ باعوهم في أسواق الرقيق. هذا هو الفرق الهائل بين المستوى الحضاري الإسلامي والمستوى من يسمون صليبيين، وهم ناس جشعين وكما قلت بشهادتهم هم وليس بشهادتنا نحن. هذه الصورة الإيجابية السماحة والكرم والعطف والحنو نقلها من غادر من هؤلاء الذين كانوا في بيت المقدس وغيرها، نقلها إلى أوروبا فدخلت إلى الأدب الفرنسي. أستاذنا الدكتور حسيب يعرف أحسن مني اللي يسموها الأغاني تروبادور والتروفيرس، المنشدين الجوالين نقلوا صورة صلاح الدين بأخلاقها وصفاتها وسلوكياتها الجميلة. فعدنا في هذا المجال عدنا أناشيد المآثر، وعدنا شانسون دي جيست، وعدنا منشد ريمز منسترالز أوف ريمز. هؤلاء أوردوا قصصاً تخص صلاح الدين الأيوبي ونسبوا له بطولات ونسبوا له أشياء هي صفات موجودة في شخصيته الحقيقية لكن على حوادث غير حقيقية. واحدة من هذه الحوادث أنه ربط مع هذه المرأة الجميلة التي لعبت دور خطير في التاريخ الأوروبي إليانور أوف أكواتين. إليانور أوف أكواتين كما يعرف الأخوة هي زوجة لويس السابع ملك فرنسا، وهي زوجة هنري الثاني ملك إنجلترا ووالد ريتشارد قلب الأسد الذي سيكون لصلاح الدين تجربة معه وسنتحدث عنها بعد قليل. نسب المغنيون الجوالون اللي كانوا يتجولون بين المدن وعندهم آلة موسيقية يعزفون عليها يغنون قصة من القصص أنه صلاح الدين هذه الملكة جاءت إلى الشام وأحبت صلاح الدين دون أن تراه وقررت أن تترك زوجها لويس السابع في الحملة الصليبية الثانية وتهرب لتتزوج من صلاح الدين. وعندما هذه المرأة يعني همت بركوب المركب والقدوم إلى عسقلانة التي كانت تحت أيدي المسلمين قبض عليها، فزوجها لويس السابع اللي كان قائد الحملة الصليبية الثانية قال شون أنت تروحين على صلاح الدين؟ قالت له إنه خير منك ولديه من الكرم ومن الأخلاق ومن الشجاعة ما يجعلني أن أتركك وأفضله عليك. حتى يعني قالت له بالإنجليزية يعني إذا ترجمناها بالإنجليزية you are a rooting apple، يعني ربما ما يحتاج أنه أقول المعنى. واحدة من القصص الأخرى قصة الحصان، معروف عن صلاح الدين الكرم والسخاء، فنسب له أنه تبرع لمستشفى في مدينة عكا مستشفى للداوية بوقف ليس فقط للمستشفيات الإسلامية. هذه قصص كما قلت لا أساس لها من الواقع لكنها عكست سلوكيات وشخصية صلاح الدين كما توارثها المؤرخون الأوروبيون. ففي قصة الحصان أو قصة مستشفى مدينة عكا
وهذه أيضا من قصص المغني الجوال من مدينة ريمس، أنه قائد الداوية يعني سمع بهذا الكرم وهذه السمحة، قال هذا لا يعقل أن يكون هناك إنسان كافر في نظر القائد الفرقة الداوية وتمبلرز المعبديين أنه عنده هذا الكرم، فجاء إلى المستشفى وامتنع عن الطعام مثل ما نقول، فقالوا له إيش قال امتنع عن الطعام، ويومين وثلاثة وأسبوع وبدأ يهزل، فصلاح الدين بعث قال لهم ليش هذا ما يأكل، قالوا له لا يقول أنا ما أكل إلا من فرس صلاح الدين دون سواه، فيقول المنشد على الرغم من كل الـ يعني تعلق صلاح الدين بفرسي لكن قال حياة هذا الإنسان أولى من أن أبقي فرسي، فذبح فرسه من أجل إطعام هذا الرجل. هذه من الـ من الـ من القصص. من المفارقة أن الإنجليز غير الفرنسيين، الإنجليز لأن ريتشارد، وطبعا ريتشارد قلب الأسد كما يعرف الأخوة، واحد من أشهر الملوك الإنجليز في التاريخ، بل أن شهرته كما يقول المؤرخين وصلت أحيانا إلى شهرة الملك آرثر اللي هو أيضا يعتبر من أشهر المؤرخين الإنجليز عبر تاريخهم الطويل. لأن صلاح الدين نجح في التصدي لريتشارد وإفشال الحملة الصليبية الثالثة، لم ينظر الإنجليز إلى صلاح الدين بعين المحبة أو عين الرضا التي توارثوها، فظهرت ملحمة شعرية اسمها ملحمة ريتشارد قلب الأسد أو بالفرنسي ريتشارد كور دي لايون. هذه الملحمة تصور في أكثر من 40,000 بيت شعري كثير من تفاصيل الحملة الصليبية الثالثة. واحدة من هذه التفاصيل المختلقة هي قصة وجود معركة أو صدام بين صلاح الدين وريتشارد قلب الأسد، وأن صلاح الدين كان لجأ إلى خدعة لكي ينتصر على ريتشارد. أنه نحن كلنا نعرف أنه في أكو رواية في مصادرنا التاريخية في يوم من الأيام ريتشارد كان يحارب في الميدان فالحصان مالته سقط ويعني مات، فصلاح الدين قال لا يجوز هذا الملك أنه يحارب ما عنده حصان، ابعثوا له حصان من عندنا، وبالفعل بعث له حصان وبعث له أشياء أخرى وثقت هذه المصادر العربية والمصادر الأوروبية، يعني ليست اختلاق. فالقصة حورت بالطريقة الآتية على يد اللي كتب هذه الملحمة الشعرية الإنجليزية، أن صلاح الدين عمل خدعة عن طريق أحد السحرة، أعطاه حصان وركب على حصان، هذا الحصان الذي ركب عليه يصفر، فالحصان اللي أعطاه ريتشارد رأسا يهوي في الأرض يبرك، فيقع ريتشارد من على الحصان وبالتالي يسهل الانقضاض عليه. ووثقت هذه القصة، شوفوا في هذه الأيقونة اللي موجودة على واحدة من المخطوطات، إذا نظرنا إليها بطريقة أقرب شوفوا شخصية صلاح الدين كيف كانت رسمت من قبل الإنجليز، هذه قريبة جدا من شخصية الشيطان في المنمنمات الأيقونات الأوروبية. حتى إذا رجعنا للصورة الأصلية، الرمح كما تقول الملحمة هو رمح ريتشارد، بينما صلاح الدين كان يعني حتى ما شال الرمح لأن يعرف أن الخدعة راح تنطلي على ريتشارد ويسقط ريتشارد ويسهل قتله. فكما رأينا شوفوا حتى الدرع مرسوم عليه شخص أسود وأسنانه يعني مثيرة. هذه الصورة بقت في الذهنية الإنجليزية لفترة طويلة من الزمن حتى ظهر مؤرخ مشهور جدا اللي هو إدوارد جيبون. إدوارد جيبون كما نرى عاش تقريبا في النصف الثاني من القرن الثامن عشر، وكتب كتاب ما زال حتى الآن من أشهر الكتب الكلاسيكية في التدوين التاريخي الأوروبي اللي هو كتاب اضمحلال الإمبراطورية الرومانية وسقوطها. إدوارد جيبون كان محظوظ أن استخدم مصدر مهم جدا، ونحن شخصية صلاح الدين أيضا محظوظة أن هذا المصدر الذي هو كتاب النوادر السلطانية اللي كتبه قاضي صلاح الدين بهاء الدين بن شداد طبع وترجم إلى اللاتينية في عام 1732. شوفوا، وهذه النسخة موجودة الآن في المكتبة المركزية في جامعة الموصل، يعود عمرها إلى أكثر من 200 سنة. فهذا الكتاب النوادر السلطانية وأشهر مصدر عن حياة صلاح الدين، لأن كما يعرف الأخوة أنه بن شداد كان أقرب صديق لصلاح الدين وعاش معه في خيمة واحدة إبان الجهاد ضد الصليبين، ووثق
يوم بيوم صفات صلاح الدين وأخلاقه وعاداته. فتركت هذه هذا الكتاب ترك تأثير على جيبون. إذا نقرأ نص جيبون رح ندهش أن يأتي كاتب غربي في القرن 18 ليقول عن صلاح الدين كما قلنا عباءته من الصوف الخشن، لم يعرف له غير الماء شرابا، كان مسلما ورعا، يؤدي الصلاة في أوقاتها الخمس وكذا، وكان ديوانه بميسور أبسط الناس حتى لو كان المشتكى عليه. هذه هذا النص نص يعني نادر أن نجده في كتاب غربي كتب في تلك الفترة البعيدة، لكن كما رأينا الفضل يعود إلى نشر كتاب النوادر السلطانية لابن شداد من هذه الفترة المبكرة. أيضا شهرة صلاح الدين الأيوبي ارتبطت برواية مشهورة جدا اللي هي رواية الطلسم أو ذا تلسمان. هذه الرواية للأديب الكبير السير والتر سكوت تركت بصمة كبيرة في الذهنية البريطانية، لأن والتر سكوت أبرز صلاح الدين للمرة الأولى كند يقف بموازاة بطلهم العظيم ريتشارد قلب الأسد. يعني أصبح هناك مثل ما نقول كاونتر بالانس بين شخصية صلاح الدين وبين شخصية ريتشارد قلب الأسد. فرواية الطلسم أظهرت في أيضا في أحيان كثيرة أنه ريتشارد أنه صلاح الدين المسلم الشرقي يتفوق على الملك الغربي في الحكمة وفي الهيبة الملكية وفي الوسامة، حتى أنه مثل ما كتبت أنه واحدة من مؤرخات الشهيرات الآن في بريطانيا اللي هي كارول هينبراند قالت كأنما نجد صورة فالنتينو، يعرف الأخوة هذه صورة الشيخ العربي اللي ظهرت في الثلاثينات في الأفلام الأمريكية الوسيم. فقالت أنه تصور فالنتينو استلهم من صورة صلاح الدين كما رسمها والتر سكوت في روايته الطلسم. في هذه الرواية نقرأ نصوص، يعني يقول له أنت ملك الملوك في الشرق، ريتشارد نفسه يقول له أنت والغدر لا تجتمعان، السير كينيث اللي هو بطل الرواية قال لهم أنا أسير بعهد وبأمان من صلاح الدين، وصلاح الدين لا يخفر عهدا إذا عهد، سواء كان هذا لمسلم أو لصين. وهذه مسألة مهمة جدا أساتذتي أخوتي الكرام، مسألة الالتزام بالعهود. الغربيين يعني من يتتبع تاريخ الحروب الصليبية يجد بأن أبدا لم ينقض ملك مسلم أو حاكم مسلم عهدا، وأقول للأسف أو ما للأسف لهذه الحقيقة، لم يلتزم ملك أوروبي أو حاكم أوروبي بعهد. لو تتبعنا تاريخ الحروب الصليبية عبر 200 سنة سنجد أنه لم ينقض المسلمون عهدا أبدا التزموا به. فهذه الصورة هي والتر سكوت. فإذا والتر سكوت ترك تأثير كبير جدا في الصورة الغربية عن صلاح الدين. هذا التأثير نقل إلى صاحب أول سيرة إنجليزي عن صلاح الدين اللي هو ستانلي ليمبول. أول سيرة كتبت عن صلاح الدين في عام 1898، وليمبول ألف كتاب سماه صلاح الدين and the fall of the kingdom of Jerusalem، يعني صلاح الدين وسقوط مملكة القدس. هذا المعنى سنجد له دلالات كبيرة جدا. أبسط خطوة أنه ربط شخصية صلاح الدين بأهم حدث من وجهة النظر الغربية الذي هي المرحلة الأخيرة من حياة صلاح الدين الذي هي مرحلة الجهاد الشامل ضد الصليبيين، وربطوا بأهم حدث الذي هو تحريره للقدس. فإذا أول سيرة لصلاح الدين التي كتبها ستانلي ليمبول، هذه السيرة التزمت بعدة أشياء سنتناولها عندما نتحدث عن السير التالية لها. فتم تناول الموضوع ضمن ثلاثة محاور: المحور الأول المصادر، المحور الثاني السيرة، المحور الثالث الشخصية، يعني مصادر صلاح الدين، سيرة صلاح الدين، وشخصية صلاح الدين. فيما يتعلق بالمصادر، ستانلي ليمبول هو مستشرق فاستطاع الوصول للمصادر العربية، قرأ
نصر بن شداد وكتاب النوادر كما قلنا أهم مصدر عن حياة صلاح الدين، واعتبر هذا المصدر له الأهمية فيما يتعلق بشخصية صلاح الدين، واقتبس منه مقاطع كبيرة في كتابه. كل ما كتبه القسم الأول من كتاب النوادر السلطانية الذي يتضمن أخلاق صلاح الدين وتدينه وشجاعته، ترجمه إلى الإنجليزية وضمنه في كتابه. الكتاب الثاني، وهنا التطور في تناول الموضوع، لينبول اعتبر ابن الأثير مصدر مهم جدا في كتاب الكامل في التاريخ، في حين نحن نعرف أن ابن الأثير لديه مطاعن على صلاح الدين، لكن لينبول على الرغم من إعجابه بصلاح الدين وجد أنه لا يمكن الاستغناء عن ابن الأثير كمصدر أساسي في الحديث عن صلاح الدين. المصدر الثالث المهم هو كتاب الفتح القدسي، في الفتح القدسي لعماد الأصفهاني. وجد هذا الكتاب كتاب أدبي، لأن كما تعرفون هو كتاب في السجع وفي الإنشاء الأدبي، لأنه العماد الأصفهاني كان صاحب ديوان صلاح الدين. أما المصادر الأوروبية فما تزال المصادر الأوروبية تحتل درجة كبيرة جدا في تعاطي لينبول مع شخصية صلاح الدين، يعني ما يتزال الصورة الغربية أو المنظور الغربي لصلاح الدين حتى في زمن لينبول ما يزال هو الذي ينظر إليه من خلال هذا المنظار إلى البطل المسلم. النقطة الثانية كما قلنا السيرة، كيف قسمت السيرة؟ لينبول اقترح تقسيم لسيرة صلاح الدين، ما نزال حتى اليوم نعمل به، أن نقسم حياة صلاح الدين إلى ثلاثة محطات. المحطة الأولى سماها المحطة المصرية، التي تشمل عندما كان صلاح الدين نائبا لنور الدين في مصر ووزيرا للخليفة الفاطمي العاضد، ثم المحطة الشامية التي كان فيها صلاح الدين دخل في صدام مع الأمراء المسلمين واستمرت حتى عام 581، ثم المحطة الثالثة هي المحطة أطلق عليها اسم المحطة الفلسطينية التي هي الجهاد الشامل ضد الصليبيين، والتي بدأت من 538 حتى وفاة صلاح الدين عام 589 رحمة الله عليه. فإذا ما قدمه لينبول لدراسة سيرة صلاح الدين أنه خلق تركيبة مفهومة جدا لتناول السيرة، لكن مع ذلك بقت المرحلة الأخيرة من حياة صلاح الدين هي المعول عليها في فهم الغربي لصلاح الدين. ما الذي قيل بحق ما كتبه لينبول؟ كتب أحدهم قال أنه لينبول the first biography of the great sultan that has been written in English، أول سيرة كتبت عن هذا السلطان بالإنجليزية، and more than this it is the first attempt to present us with a picture of صلاح الدين. هذه النقطة اللي مهمة ونحن أوردناها يعني بالإنجليزية، from an oriental point of view، يعني عرض صلاح الدين قبل هذا من وجهة النظر الغربية، أنا أريد أن أعرضه لكم أو أعرضه لينبول من وجهة النظر الشرقية. واحدة من أجمل الجمل التي وردت في سيرة لينبول هي هذه الجملة، أقرأها مترجمة: إن فضائل الحضارة والشهامة والتسامح والفروسية الحقة والثقافة الكريمة كلها كانت إلى جانب العرب. أن يكتب مؤرخ أو مستشرق غربي هذا الكلام في وقت كانت الإمبراطورية 1898 الإمبراطورية البريطانية تحتل الإمبراطورية لا تغرب عنها الشمس، يقول بأن هذه الفضائل كلها كانت في ذلك الوقت في صف المسلمين، إذن هذه شهادة تأتي في وقت يشعر فيه الغربي بأنه يعني لا يقهر وبأنه لا يوجد من هو أحسن منه، ومع ذلك يأتي لينبول ليقول هذا الكلام. بعد لينبول يجي صاحبنا وصديقنا القديم هاملتون جيب. هاملتون جيب مثل ما يعرف الأخوة أنا وزميلي الدكتور فارس، أخي الدكتور فارس، كتبنا رسالتين دكتوراه عن هذا المستشرق. هاملتون جيب ولد في مصر في الإسكندرية في عام 1895. هذه الصورة تبين لنا كثير من مفاتيح فهم شخصية هاملتون جيب.
تلك البناية هي المدرسة الملكية في مدينة أدنبرا، وهذا هذه البناية المقابلة لها هو الصرح الذي بني لتمجيد أو لتكريم الروائي والتر سكوت، الذي قلنا هو صاحب الصورة المشرقة، هو الذي مثل ما نقول نقل الصورة المشرقة لصلاح الدين إلى الإنجليز. فالطلاب الذين كانوا يداومون أو يدرسون في المدرسة الملكية في أدنبرا كانوا يخرجون ليشاهدوا هذا الصرح، فعلق في أذهانهم والتر سكوت كأهم الشخصيات الاسكتلندية التي يحتس بها الاسكتلنديون. وكما قلت أصلا هاملتون جيب هو رجل اسكتلندي، فمن أبطال هاملتون جيب هو والتر سكوت، ومن أبطال والتر سكوت هو صلاح الدين. فعلق في دواخل هاملتون جيب إن صلاح الدين شخصية مليئة بالفضائل ومليئة بالمكان. ما قام به هاملتون جيب فيما يخص صلاح الدين لم يقم به أي مؤرخ مسلم ولا عربي. وفق التقسيمات الثلاث اللي تحدثنا عنها في ليمبول، المصادر، السيرة، الشخصية، هاملتون جيب حقق شيء في دراسة المصادر ما زال حتى الآن يعني لم يتم استثماره من قبل مؤرخين العرب المعاصرين. كتب عدة مؤلفات في نقد المصادر، واحدة من هذه المؤلفات كتاب تاريخ دمشق للحروب الصليبية، ترجم كتاب ابن القلانسي، وكتب كتاب كتب بحث ملاحظات عن المصادر العربية عن الحروب الصليبية، ثم كتب مقالة عن البرق الشامي مصدرا لحياة صلاح الدين، وكتب أيضا مقالة بعنوان المصادر العربية عن حياة صلاح الدين. هذه الأعمال نقلت التعامل مع المصادر بطريقة للأسف كما قلت لم تستثمر من قبل المؤرخين المسلمين حتى الوقت الحاضر. في محاضرة أستاذنا الدكتور هاشم الملاح في يوم من الأيام لما قال أنه في الهاوزن أراد أن ينقل مناهج الهاي كريتيسيزم أو النقد العالي من العهد القديم إلى الدراسات الإسلامية، هاملتون جيب نقل مناهج الهاي كريتيسيزم أو النقد العالي من المصادر الأوروبية إلى المصادر التاريخية الإسلامية، فتعامل مع مصادر حياة صلاح الدين أو مصادر الحروب الصليبية بالمرحلة الأولى بطريقة بالغة الرقي. جاب عندما ترجم كتاب ابن القلانسي ذل تاريخ دمشق وجد بأن كثير من الروايات المتضمنة في هذا الكتاب الذي توفي صاحبه في عام 555 يمكن هي في نفس السنة اللي ولد فيها ابن الأثير، أن ابن الأثير يأخذ نصوص ابن القلانسي ويجري عليها عملية تحريف تبعدها عن المعنى الأصلي الذي أراده المؤرخ الأول، وتدخل هذه النصوص في سياقات جديدة تعطي مدلولات مخالفة تماما. بعد هذه المقارنة وجد أول بحث في ملاحظات عن المصادر العربية المبكرة، دكتور محمد دكتور ميسون عاشوا معنا هذه التجربة، أنه هناك تريكس أو خدع أو تويست تلاعب في التعامل مع في تعامل ابن الأثير مع نصوص ابن القلانسي. واحدة من هذه الخدع أنه يحذف عناصر الرواية، يأخذ الرواية الأصلية ويقطع منها بعض الوصلات ويبقي منها وصلات أخرى من أجل أن تعطي معنى غير المعنى اللي كان يريده المؤرخ الأصلي. النقطة الثانية يغير التواريخ. تغيير التواريخ مسألة بالغة الخطورة، حادثة وقعت في هذا الشهر يربطها مع شهر آخر. مثال من الأمثلة أنه هناك أسطول فاطمي قادم لنجد مدينة صور إذا أنا لم أكن مخطئا، فيجعل التاريخ خروج الأسطول مثلا في شهر الربيع حتى ويقول أنه هذا الأسطول لم يخرج نتيجة تقاعس الفاطميين عن نصرة المدينة الصوف، في حين أن هذه الحادثة وقعت في الشتاء أو في الخريف عندما يتعذر خروج الأسطول لإنقاذ المدينة. إذن هي تلاعب في التاريخ هدفه الأساسي أنه يغير المعنى. من الخدع الأخرى
يجمع فقرات لا رابط بينها. أنتم تعرفون يعني فقرة من النص فقرة من الأخير يعيد ربطها فيطلع النص مختلف كليا عن المعنى اللي كما قلت. هذه تعامل مع يعني جيب هو استنبط هذه من خلال التحليل. أيضا واحدة من خدع عبد الأثير أنه يأتيك برواية ويختمها بتعليق، هذا التعليق يلغي تأثير الرواية بأكملها. هذه نعرفها يعني في حديثنا اليومي، أحيانا واحد يحكي 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 وبالأخير يقفل كلامه بجملة تنفي كل الكلام اللي كان موجود في هذا السياق. فهذا ما وجده هاملتون جيب، وهذه الطريقة اللي يعني نتمنى لو كان من باحثينا من يطور هذا النقد ويأخذ به. واحدة من الأشياء ربما نحن نعرفها يعني مثلا أستاذنا أستاذ معنا اشتغل في الصحافة، أحيانا الأخبار اللي تأتي في صفحة الأمامية كلنا نلتفت لها، وصفحة الصفحة الأخيرة اللي في بطون الصفحات اهتمام القارئ بها أقل. فابن الأثير يأتي بحادثة موجودة في الواجهة ويخليها في مكان يضيع فيها الاهتمام، أو يأتي بحادثة ثانوية ويضعها في مقدمة الحوادث السنة لكي يصرف نظر الباحثين أو يصرف نظر قراء هذا الكتاب عن حقائق أخرى. طور هاملتون جيب تعامله مع المصادر عندما تناول شخصية صلاح الدين. هذه المواد كانت تتناول المرحلة المبكرة يعني قبل ظهور صلاح الدين. في كتب عن صلاح الدين سيرة اسمها حياة صلاح الدين، صغيرة في الحجم يعني في حدود 100 صفحة تقريبا، لكنها مليئة بتحليل النصوص. بعد أن أنجز هذه السيرة كما فعل مع ابن القلانسي من خلال ما كتبه عن حياة صلاح الدين، وجد أيضا ابن الأثير يعمد على الخدع نفسه أو خدع أخرى عندما ينقل من البرق الشامي الذي هو في نظر هاملتون جيب أهم مصدر عن حياة صلاح الدين. يعني مسكوب مسكتين، المسكة الأولى عندما ترجم ابن القلانسي، والمسألة الثانية عندما درس البرق الشامي. فوجد بأن ابن الأثير يأخذ نصوص البرق الشامي ويغيرها. هذا كتاب حياة صلاح الدين لهاملتون جيب، وصدر في عام 1973 يعني بعد وفاة هاملتون جيب. أهم ما قدمه جيب فيما يخص صلاح الدين هو عرضه لشخصية صلاح الدين. هذا العرض أو هذا الفهم للأسف أقول لم يفهمه مؤرخ عربي أو مسلم على الإطلاق. لم يفهم صلاح الدين كما فهمه ليمبول أنه هو ارتبط بتحرير القدس، فإذا أعظم مآثره هي تحرير القدس. لا، اعتبر أو عد شخصية صلاح الدين بأنه من عناصر إحياء الأمة الإسلامية، وكذا في هذا المجال كثير. يعني هو أصلا هنا في مراجعة لكتاب جروسي عن تاريخ الحروب الصليبية يقول بأن صلاح الدين هو نتاج الثورة المعنوية، يعني نتاج الثورة الروحية التي انبثقت لتحرير القدس. إذن هو عالج المهمة التي ألقيت على كاهله بروح المتصوف والرجل الملهم بمثال أعلى. ولو لم إنه لم ينجح في اجتياز هذا الامتحان لو لم يكن متسلحا بهذه الروح. يعني المعركة في حطين وفي القدس، ورح نقف قدام الحملة الصليبية الثالثة، هي معركة روحية أخلاقية قبل ما تكون معركة عسكرية. هذا الفهم لدور صلاح الدين ولشخصية صلاح الدين فهم متطور جدا، بل أنه ألف بحث كتب بحث في وقته أربك كثير من المتلقين الغربيين. تعرفون أنتم المجتمع الغربي مجتمع مادي لا يقبل بهذه التفسيرات. كتب بحث سماه The Achievements of صلاح الدين، معاثر أو إنجازات صلاح الدين. في هذا البحث حاول كما يقال أن يصبر الروح الداخلية لشخصية صلاح الدين، وأتى بتفسيرات نابعة من محاولة للوصول إلى الداخل إلى الذات صلاح الدين. وهذا أيضا ليس سهلا من قبل أولا أكاديمي مؤمن بالنصوص، ثانيا من قبل اسكتلندي
بريطاني محافظ لا يؤمن بهذه الأشياء، والأهم هو رجل مسيحي غير مسلم استطاع. يعني أنا أذكر أستاذ الدكتور هاشم علق في يوم من الأيام على هذه، قال محسن حسين، أستاذ محسن حسين قال الكردي المسلم لم يستطع أن يصل درجة التعاطف التي وصلها هاملتون جيب. وهذه يعني أن معلومة أول ما بديت استقيتها من أستاذنا الدكتور هاشم الله، الله يحفظه ويبارك فيه. السؤال اللي طرحه فيما أثر صلاح الدين، قال هل هناك خصائص متفردة تميز صلاح الدين عن حكام عصره إلا هو حال وحال هؤلاء أيضا المتاجرين بالشعارات التحرير والجهاد والوطنية والبطولة للاستهلاك؟ لا، هناك حالة بالغة التفرد، الرجل لم يكن محاربا أو حاكما لا من حيث الميل ولا من حيث التدريب. زين، هذا الحاكم اللي ما كان مدرب كعسكري ولا كان يرغب أن يكون عسكري، كيف استطاع أن يحقق ما عجز القادة العسكريين عن تحقيقه؟ طبعا هناك جملة مهمة جدا في كتاب حياة صلاح الدين، يقول فيها الناس اللي تمجد صلاح الدين تمجده كبطل ظافر استطاع أن يحقق انتصارات كبيرة، واستطاع أن يطرد الصليبيين، واستطاع في نظري يعني في نظر هاملتون جيب عظمة صلاح الدين في فشله وليس في نجاحه. كيف؟ صلاح الدين كما يقول كان يمتلك مثل سامية جدا وبرنامج للتحرير بعيد المدى، نحن معجبون به لهذه الرؤية الفيجن من أجل إحياء الأمة الإسلامية من جديد، من أجل إعادة الخلافة العباسية إلى سلطتها السابقة، من أجل القضاء على الانحطاط، سماء الانحطاط السياسي والأخلاقي الذي يعيشه الواقع السياسي في عصر التحالف مع الصليبيين والتقاتل بين المسلمين والطمع والغدر وغيرها. إذن هو جاء بثورة أخلاقية. أما فيما يخص السيرة، يعد صلاح هاملتون جيب أنه أعظم نجاح لصلاح الدين ليس في النصر في حطين، ولكن في التصدي للحملة الصليبية الثالثة. هذه البطولة ليست فقط في الانتصار، أحيانا عندما ننتصر ننسى عيوبنا، لكن عندما نصمد المعدن الحقيقي للإنسان يظهر. والله من يقرأ حصار عكا في مواجهة الحملة الصليبية الثالثة ليذهل لعظم التحدي الذي كان يتحمله صلاح الدين في مواجهة الصليب. أعتقد أن أكثركم شاف البحر، في البحر غير البر، أنت على البحر لا تعرف بقدوم العدو إلا عندما يظهر على خط الأفق. فصلاح الدين لم يكن يعرف حجم عدوه، تأتي سفن غزاة يقتل منهم آلاف فيأتي عشرات الآلاف، يقتل عشرات الآلاف فيأتي مئات الآلاف. ابن شداد يقدم لنا نصا بالغ الخطورة وبالغ الأهمية، يقول عندما كنا نقبض على أسرى نجيبهم حتى نستنطقهم، فما يعرف إما لغة، نجيب واحد يترجم لنا ما يعرف لغتهم. أحيانا نقبض على أشخاص نحتاج إلى ثلاثة مترجمين، واحد يترجم من الله لله لله حتى نعرف جنسية هذا القادم لغزو بلادنا. إذن أمم أوروبا بمجملها جاءت تحدعها تحرير القدس أو استنقاذ القدس من المسلمين. هذا المعركة عليه يعني من يقع عليه عبء إدارة هذا الصراع كلها وقعت على كاهل صلاح الدين. صحيح القادة يعني حاربوا واستشهدوا ودافعوا، لكن كان بأمس الحاجة، يعني لا يمكن على الإطلاق تجاهل دور الشخص الذي يتحمل مسؤولية إدارة الصراع. فهاملتون جيب أدرك عظم التحدي الذي واجهه صلاح الدين في الحملة الصليبية الثالثة، والذي حارب فيه حتى النهاية، يعني أفلست الخزائن، قتل الرجال، القادة العسكريين تذمروا، ولم يعد أمام صلاح الدين أن يحارب، يعني أسلحته كلها استنفذت. واحدة من أعظم الحوادث التي يذكرها المؤرخ ابن شداد تقريبا يعني في هذه الأيام تصير، يعني في شهر نيسان، يقول أنه القادة بالأخير قالوا له نحن ما بعد نقدر، هاي صار لنا 3 سنوات محارب يعني يوميا
ومثل ما يعرفون الأخوة الجيش الإسلامي لا يستطيع القتال على يعني مثل الجيش الأوروبي على مدى السنة. أكو القوات، دكتور سلطان يعرف كل زين، القوات تستبدل في المواسم، لما يجي الشتاء أو الخريف تسحب القوات، وعندما يأتي الربيع تأتي القوات، لأن كل قوات إقطاعية تذهب إلى المراعي الخيول مالتهم ويحصدون الزراعة ويأتون. لمدة 3 سنوات القوات جاثمة في الميدان تقاتل بطريق يعني غير العقلية العسكرية والعقيدة العسكرية للمسلمين نتيجة الحصار عكا. فهذا التحدي الجبار هو كما يعني كما أظهر لنا هاملتون جيب هو مصدر عظمة إنجاز صلاح الدين في حياته. إذن هذه الرؤية اللي كتبها هاملتون جيب أقلقت الغربيين كثيرا، لأنه مضى ربما أكثر بكثير مما يمكن أن يتقبله العقل الأوروبي في التعامل مع شخصية إسلامية. فظهر مؤرخ من أصل بولندي اسمه أندرو إهرنكروتس، ذهب إلى أمريكا من البولنديين واستقر في أمريكا بعد ما حصل على الدكتوراه في موضوع النقود الإسلامية من جامعة لندن. هذا الرجل اختص بالنقود الإسلامية، لكنه في عام 72 صدر سيرة عن صلاح الدين، سيرة مناقضة كليا لما كتبه هاملتون جيب، كأنما هو لسان حال كل الناس الذي استفزم أو أثار جيب عدهم رد فعل عنيف، أنه يا جماعة لا نحن أحسن من صلاح الدين، فلا يعقل أن نمشي هالمسافة هذه. أندرو كروتس إهرنكروتس أيضا تناول صلاح الدين في كتاب سيرة، ويمكن أن أيضا نقف قدام المحاور الثلاثة: المصادر، السيرة، الشخصية. بالمصادر طرح قضية مهمة جدا هذا كتاب إهرنكروتس فيما يخص المصادر. قال يا جماعة هاملتون جيب قال أنه قرب ابن شداد وقرب عماد الدين الأصفهاني وقرب القاضي الفاضل من صلاح الدين هو عنصر أساسي في قيمة رواياتهم. أنا أقول إن قرب هؤلاء من صلاح الدين هو عنصر أساسي في إفشال رواياتهم. هؤلاء لأنهم بمعية صلاح الدين زوروا التاريخ وزيفوا الحقائق وكانوا متملقين وانتهازيين وكذبة. أما من انتقد صلاح الدين فهذا يجب أن نأخذ روايته ونرفعها ونمجد فيها. طبعا كما قلت هؤلاء مثل واحد مثل ابن شداد كان يعاني من الميل للبطولة، يعني مثل ما تعرفون هيرو وورشيبينج وغير ذلك. الجانب الثاني اللي هو السيرة، مثل ما شفنا هاملتون جيب اهتم بجانب الإسلامي في شخصية صلاح الدين، وليمبول اهتم في الحروب الصليبية وصلاح الدين. إهرنكروتس قال لا، أهم مرحلة في صلاح الدين هي المرحلة المصرية، وأعطاها كما مرحلة الجهاد اللي هي أهم مرحلة لم تحتل إلا 5 حجم الكتاب، عُلجت في 20 صفحة، أغفل كثير من التفاصيل الأساسية، السلوك الأخلاقي في التعامل مع الصليبيين اللي أبرزوا ليمبول، كلها أغفلها إهرنكروتس وركز بس على المرحلة المصرية، وقال أنه أنتم عاد تمدحون صلاح الدين لأنه حرر القدس، يجب أن تذمون صلاح الدين لأنه استنفذ موارد بلادكم في حرب لا طائل لها، وأنه الجهاد لا قيمة له، وأنه هذه الدعايات دعايات سياسية لا ليس إلا للاستهلاك السياسي. طبعا من المفارقة ربما المذهلة أنه هذا الكتاب طلع سنة 72، بعد يمكن 4 أو 5 سنوات أنور السادات قال نحن تعبنا من أجل العرب، حروبنا المتواصلة استهلكت موارد مصر وقتل أبنائنا دفاعا عن العرب، والعرب إيش قدموا لنا، المفروض بقت ننعزل ونهتم بمصر. انظروا إلى هذه المقارنة. إهرنكروتس قال صلاح الدين استنفذ موارد مصر من أجل فلسطين، وعبد الناصر استنفذ موارد
ما قاله السادات استنفذنا موارد بلادنا من أجل العرب. فكأنما هناك من نقل هذه الصورة إلى أنور السادات ولا غيره وروج لهذه الفكرة أن هذه حرب العرب، نحن مصريين إيش لنا شغل بهذا الموضوع. طبعا الشيء الجميل وبالنسبة للباحثين في مجال الاستشراق أنه كل ما يخرج كتاب في الدوريات الأجنبية يظهر له نقاد، فلا يطبع كتاب إلا وتطلع ريفيوز في شأنه. فكتاب إيرين كروتس نقد من قبل الغربيين قبل أن ينقد من قبل المسلمين، وربما كثير من الناس لحد ما يعرفون بهذا الكتاب ولكن قرأوا من القراء العرب لأنه أصلا الكتاب لم يترجم إلى عربية. فنقاد إيرين كروتس هم كبار المختصين بالحروب الصليبية، يعني ستيفن رانسيمان صاحب كتاب تاريخ الحروب الصليبية قال بأنه هذا كتاب ما الواحد ما يعرف مثل ما نقول الساعة أشقد أي يحكي بكيفه صلاح الدين لا هو يعني أنتم تعرفون أكو من يعرف وأكو من يعني يغبط المعرفة حق نعم. ف آيرين كروتس تجاهل المصادر اللي قدمت الصورة حقيقية المصادر. قال أيها الأخوة ما كتبه رانسيمان العناصر المشرقة في صورة صلاح الدين لم يأتي بها ابن شداد والقاضي الفاضل وعماد الأصمعاني، أتى بها أرنول والمؤرخين الأوروبيين. فإذا كان هؤلاء المسلمين متملقين أو مزورين فما بالك بالصورة التي قدمتها المصادر الأوروبية لشخصية صلاح الدين. الأمر الثاني، صلاح الدين عندما دخل إلى مصر دخل إليها لينقذها من الخطر الصليبي، كانت على قاب قوسين أو أدنى، يعني الخليفة العاضد أخي الدكتور سلطان يعرف بعث بشعور نسائه إلى شيركوه عن صلاح الدين إلى نور الدين قال له دخيلك مصر وقعت بيد الصليبيين. فدخول صلاح الدين إلى مصر لإنقاذها من الخطر الصليبي، وبإمكاننا نتصور لو وقعت مصر بيد الصليبيين ربما لم يكن هناك إسلام في هذه المنطقة، لأن مصر إمكانياتها الاقتصادية جبارة. لو هجر إليها الأوروبيون 1,000,000 شخص من أوروبا واستقروا هناك تخيلوا كيف يمكن أن يبقى الإسلام باقيا. فإذا اقتران صلاح الدين بمصر كان اقتران لمصلحة مصر ولمصلحة الإسلام أكثر بكثير مما ادعى إيرين كروتس. فما كما نص الإنجليزي critics including Donald Richards Hans Ebert Meyer والآخرين pointed to the inadequacies نواقص معالجة شخصية صلاح كتاب إيرين كروتس و idiosyncrasies والهفوات أو الطابع سموه أيضا بعض النقاد كاينيكال، يعني تعذروني يسموها الكلبية بالدكتور حسيب عشان الترجمة الكلمة كاينيكال نعم أن هناك روح عدائي ليس روح علمي ولا روح قصد المعرفة. وطبعا الكتاب نقد كبير جدا وخرج حتى هولت اللي هو أشهر شخص من أساتذة جامعة لندن قال هذه ليست السيرة التي نحن ننتظرها، يعني جروها على صفحة خلونا ننتظر من سيأتي يكتب سيرة حقيقية عن صلاح. آخر سيرة ومن أهم السير اللي كتبت هي السيرة اللي كتبها شخصين اللي هما مالكولم لايونز وديفيد جاكسون. طبعا يعني أنا فاتني أن أذكر أنه كل هذه الأشياء اللي تحدثت عنها تقاسمناها معا أنا أستاذي الدكتور جزيل في يوم من الأيام عندما كان مشرفا على رسالتي للماجستير. وهذا الرجل اللي هو ديفيد جاكسون هو مشرف الدكتور جزيل الله يحفظه لنا. هذه السيرة عدت أو ما تزال تعد هي أهم ما كتب عن صلاح الدين من الناحية الأكاديمية، تجاوزت ما كتبه جيب وليمبول قبله ثم ما كتبه إيرين كروتس. لماذا عدت هذه السيرة هي الأهم؟ طبعا هو ممكن أيضا حتى نختم محاضرتنا يعني خدم وقتكم كثير
ضمن المحاور الثلاثة اللي حكينا عنها: المصادر، السيرة، الشخصية. المصادر للمرة الأولى يستخدم بكثافة كبيرة مصدر مهم لم يستخدمه أحد قبل، الذي هو رسائل القاضي الفاضل. القاضي الفاضل هو كان بمثابة وزير لصلاح الدين، وكان رجل يدون بطريقة عجيبة. يعني إذا جمعنا مخطوطات ما كتبه الفاضل تجد أنه يكاد مثل ما المثل المشهور: لا يوم بدون سطر، لا يمر يوم إذا ما يكتب رسالة أو تعليق أو تقرير أو شيء. هذه الرسائل استخدمت من قبل مالكوم لينز وديفيد جاكسون كأساس وثائقي للكتابة في سيرة صلاح. أيضا اعتمدوا على كتاب سنة البرق الشامي كمصدر مهم، واعتمدوا على بعض رسائل ضياء الدين ابن الأثير. فإذا جاءوا بمادة وثائقية جديدة لم يستخدمها من سبق. إلا فيما يخص السيرة قدموا رؤية متوازنة، لا هم ركزوا على مرحلة مصر ولا ركزوا على مرحلة يعني المرحلة العراقية خلينا نقول الشامية ولا الفلسطينية، وإنما حاولوا جهد الإمكان أن يعطوا لكل مرحلة حقها من الاهتمام. لكن ركزت السيرة فقط على الجانب السياسي ولم تهتم بالنواحي الأخرى الأخلاقية والنظام الإداري أو نظام الاقتصادي. الشخصية هم كما قلت لا أحد يقدر يذهب بالشأو الذي بلغه هاملتون جيب في التعاطف مع صلاح الدين. هم وجدوا بأن جيب يعني يمكن دكتورة ميسون تذكر لايونز نفسه بعث رسالة لها قال لها أن هاملتون جيب تأثر بوالتر سكوت من هو طفل، فترك تأثير والتر سكوت على شخصه، تعاطف مع شخصية صلاح الدين ربما لا تدعمه الأدلة التاريخية. طبعا الرد على هذا الكلام أن تمام جيب هو متعاطف مع صلاح الدين، لكنه بنى تعاطفه كما رأينا على نقد دقيق للمصادر، لم يأتي بهذا التعاطف من فراغ ولا وإنما على قراءة بالغة العمق للنصوص المعاصرة لصلاح الدين. هذا الكتاب حتى واحد من الشهادات المهمة بحق كتاب لايونز وجاكسون كتبها شخص اسمه ستيفن همفريز، وهمفريز هو تلميذ إيرن كروتس وابن مدرسة إيرن كروتس، يعني ابن مدرسة خصم هذه الصورة التقليدية. قال لا والله هذه السيرة اللي كتبتها أحسن من السيرة اللي كتبها أستاذي. فإذا هناك اعتراف من قبل تلميذ إيرن كروتس بأن هذه السيرة هي الستاندرد بايوغرافي، يعني السيرة المعيارية عن صلاح الدين في الغرب. طبعا أنا أنهي محاضرتي يعني تقريبا هنا، قبل ما أنهيها بس أريد أقدم لكم شيء ربما يعني شوية يلطف الجو ومرتبط بموضوعنا اللي هو الآن أصبحت الصورة مرتبطة بالفيلم المشهور اللي هو مملكة السماء. هذه مقاطع مقتطفة لصلاح الدين، ربما نعلق عليها بعد ما ننهي الكلام. طبعا أنتم تعرفون هذه الفيلم تأثيره أكبر بكثير من الكتاب، لأن الفيلم يشاهده ملايين الناس بينما الكتاب ربما يقرأه بضعة آلاف. هذا أرناط الذي صلاح الدين مثل ما راح نشوف قتله بيده نتيجة محاولة هذا الرجل الوصول إلى مكة والمدينة والاعتداء على المقدسات الإسلامية. فنذر صلاح الدين إذا قبض عليه أن يقتله بيده، وبالفعل شوفوا كيف صورت اللقطة. كل بدنا نعرف الحادثة لما شرب الماء، قال له أنا ما شربته بالخنجر. وطبعا لا يوجد هناك مؤرخ أوروبي من أعطى الحق لأرناط، وإنما كل المؤرخين الأوروبيين أدانوا أرناط وجعلوا الحق لصلاح الدين بقتل ها
هذه حصار القدس، وهذا باليان أبلين القائد الذي دافع عن القدس، وظهر من خلال رواية أرنون الذي كان حاضر في القدس هذا المستوى الأخلاقي الرفيع الذي أظهره صلاح الدين. أنا يعني طولت عليكم كثير ودوختوكم في هذه الكلام، أشكركم بارك الله بكم. نشكر الدكتور ناصر على هذا العرض الجميل والتحليل الفائق لسيرة البطل صلاح الدين أيوب، وكنا نتمنى أن يمتد الوقت لمزيد من التحليلات والمقارنات في هذا المجال حتى ننتقل إلى مستوى من الفهم والتصور أكبر للحادثة التاريخية الحوارية. الآن نتمنى على حضراتكم إن كان لكم أسئلة أو تعليقات فسنطرحها على الدكتور الفاضل عسى أن يجيب عليها في هذه الأجيال الزمنية التي بقي. سجل الأسماء دكتور اسم واحد واحد وقرأ ما يحتاج خلي أي شر تفضل أبوي. أرجو يعني تهنئة والتباريك على هذه الرائعة، وهذه المرة الثانية مرة إذا تذكر جناب الرئيس الدكتور هاشم السادنا في جمعية الشبان المسلمين. نعم في المنطقة في المحطة. نعم نعم شارع نعم. شارع الصديق هناك سامي الجلبي الله يرحمه المرة الثانية. نعم. بس هذه المرة يعني كان هناك تركيز على جوانب نحن البعيدين عن هذا الموضوع في أمس الحاجة إلى سماعها بهذا الترتيب التواصلي الرائع وهذه الإشراقات قصد المؤلفين ونقدهم والنقد الذاتي. بس أني السؤال من الشقين الحقيقة عن ابن الأثير، يعني نحن يمكن ما أعرف أنا إذا كنت خاطئ أن التسمية للشارع هو تباركا بهذا المؤرخ شارع ابن الأثير في الوقت الذي نعلم جميعا أن هناك أكثر من ابن للأثير هم أبناء الأثير. نعم. فعز الدين ابن الأثير وضياء الدين ابن الأثير، فأيهم من هذا اللي كان هو له ميل في عملية تزوير المصادر وقصها ورصها بشكل آخر والتشويش عنه؟ ثم الشق الثاني، ما يعني يقصد من وراء ذلك؟ ما هدفه من وراء ذلك؟ هو بالفعل يعني نحن ما استفاضينا بها. ابن الأثير يمثل وجهة نظر الزنكيين في الموصل، وهؤلاء دخل صلاح الدين معهم في خصومة معهم وحاصر الموصل لمدة لثلاثة مرات. فإذا ابن الأثير طبعا هذا ليس أيضا انتقاص لابن الأثير، هولت يقول ابن الأثير بهذا التلاعب انتقل من كرونيكلر إلى هيستوريا، يعني أصبح من مجرد مدون للحوادث إلى شخص يعرف كيف يوظف التاريخ لخدمة المنظور الذي يؤمن به. طبعا نحن يعني نقول إنه يطل على الحادثة من وجهة نظر خصوم صلاح الدين، فهو يعرضها بالطريقة التي ينتمي لها. نعم. أما هو عز الدين بن أثير مثل ما نعرف ضياء الدين الكاتب ومجد الدين الفقيه ورجل لله. بالنسبة للقارئ أو السامع العادي ضاعت علينا لما نقول نعم. نقول ابن الأثير وكأنما هناك ابن واحد. نعم. للأثير هم أبناء الأثير. يعني هذا شارع ابن الأثير أيهم؟ والله خلينه على أجره على الكل. أبناء الأثير. لا حسسوا لي أنا مدى قضية اللحية. أجره على شارع أبناء الأثير. إيه أجره على الكل. أجره عند الله. تفضل استعد. دكتور نشكرك شكر جزيل على هذه المحاضرة القيمة، وعندي استفسارات مبسطة. حتى المستشرقين اللي نقدر عليهم نقول موصفين كما بينت ما يذكرون العرب أو المسلمين إلا بالتسمية المسيئة هي الساراسين. نعم. فهل يراد بها حسب منطوقهم أنهم خدم سارة اللي المهاجر الأبناء هاجر، أم يقصدون بهم الفرقيين أم السراق حسب ما يقال بعضهم؟ هذا السؤال الأول. المؤرخ البولندي أهرين كروز هل اعتمد على ابن الأثير في تصوراته عن البيت صلاح الدين لأنه
يقال انه ابناء الاثير كان يعني عداءهم لصلاح الدين لانه حاصر نعم. الشيء الاخر